انتو في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. برحب بحضراتكم من جديد في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وزي ما قلت لكم النهارده ضيفي امير مرتضى منصور المشرف العام على الكوره في نادي الزمالك. امير برحب بيك. كريم ازاي؟ كله تمام، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. اسف على التاخير. ولا يهمك، بس يعني اتاخرت انت شويه. تهت لفيت انا قلت انت هنا بقى في المعسكر وهتبقى قريب من لا ما احنا خلصنا المعسكر النهارده 10 الصبح النهارده وكان عندنا ماتش ودي في النادي جولدي. فانا جاي من هناك بقى. طب احكي لي بقى عن المعسكر الاول كده قبل ما ندخل في تفاصيل تانية كتير، بس المعسكر استفدتوا منه كفريق؟ يعني حاسس انه التوقف ده ممكن يبقى استفدت منه اكتر ما اتضريت منه؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا نادي الزمالك استفاد بالتوقف وبالمعسكر، مش علشان الحاله الفنيه اللي كنا فيها او كده، لكن احنا ما كانش متاح لينا فتره اعداد لمستر ميتشو في بدايه الموسم، وجبنا 10 لعيبه جداد، في كل واحد منهم بقى بحالته البدنيه والفنيه، فكنا محتاجين يعني اي فتره توقف. وكان وفي كمان مدرب الاحمال كان وصل قبل التوقف مثلا بحوالي اسبوع، فما كانش عنده رفاهيه ان هو يشتغل مع اللعيبه. فطبعا لا، التوقف ده يعني عملنا معسكر، حتى انا كان اتعرض على الراجل ان احنا نعمل معسكر بره مصر او كده، وهو اللي رفض. يعني هو اللي اصر انه يبقى هنا في مصر. اصر ان هو يبقى هنا، لان هو كمان الراجل كمان في تفاصيل كده هو بيركز فيها، مثلا ان اللعيبه لما تبقى بره مصر هو ممكن يبقى اللعيب معاه، بس هو يبقى ذهنيا بيفكر في مثلا عايز يعمل شوبينج وبتاع، لا او بيفكر في اهله او بيفكر في يعني برضه سفر. طبعا غير ان انت لما بتبقى هنا. فكنا بنتمرن على مرتين 10 الصبح، وبنتمرن تمرين ثانيه 8 بالليل. وفي برضو حاجة مهمة، ان في لعيبة التوقف او الراحة بتفرق معاهم. يعني كان في لعيبة كتير محتاجة راحة اكتر من لعيبة، يعني في لعيبة دينها راحة سلبية خالص. يعني ساسي مثلا، ساسي مثلا خد راحة سلبية خالص، لان هو كان من ساعة ما عمل العملية كاس اومن في رجع اربع ماتشات الدوري في دخل معنا في الكاس، دخل معنا في كل حاجة. صح. فهو الصراحه برضو كان يعني قد المسؤوليه، وكان بيجي على نفسه، لان كان الاتفاق مع الدكتور بتاع المنتخب اللي عمل له عمليه ان هو هيحتاج شغل عليها يعني راحه اكتر من كده. طبعا لان هو برضو هو مركب زي شريحه او حاجه، ف عشان يرجع بسرعه. ده كان الدكتور المنتخب كان عامله، كان قدامنا حاجه من الاثنين، يعني ساعتها ان هو يتجبس عادي وياخد وقته وقتها، يا اما يركب شريحه يعمل عمليه بالظبط، وبعد كده يبقى يشيل الشريحه دي في اي وقت. اوكي. فطبعا مثلا هو واحد زي فرجاني عشان يرجع لمستواه تاني لازم تشيل الالم ده منه. مش ان انت، لان هو مش هيعرف يعمل اي شغل بدني طول ما هو حاسس بالم. يعني تعتقد انه برضو الناس انتقدت مستواه شويه، هل ده ليه علاقه بالاصابه؟ طبعا. لا مش بادوار ميتشو الفنيه، لا 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 100% اصابه. وفرجاني كان بياخد حقنتين بين الشوطين، يعني والله لحد اخر ماتش، لحد يعني اخر ماتش كان بيتسك، يعني بياخد مسكنات عشان رجله، عشان يقدر يكمل عادي. رجله بتوجعه، وهو الصراحه يعني هو ولاعيبه كتير يعني، بس هو كان لعيب ما بي يعني يقول لك الظروف، خصوصا كمان بعد ما محمود عبد العزيز اتصاب، محمد حسن كمان مش موجود، محمد حسن ما عندكش بديل. فكان هو يعني كان عنده المسؤوليه دي. فمثلا الراحه يعني المعسكر ده مثلا ان فرجاني مثلا يبقى هو بيتعالج صح، فالتوقف يبقى مفيد في الحالات اللي زي دي. بالظبط. مفيش حاجه اسمها ان انت تاخد ال 30 لعيب كلهم يعملوا نفس الحاجه. طبعا. لان مثلا في لعيبه لعبت السنه اللي فاتت 59 مباراه، في لعيبه ما لعبتش ولا مباراه. فدول ليهم احمال ودول ليهم احمال، دول ليهم شغل ودول ليهم شغل. ف يعني اتمنى ان احنا نظهر بقى ان شاء الله في الدوري بشكل كويس، وان يبقى المعسكر ده كان مفيد. طب انا قبل ما اطلع للفاصل ده، بما انك ذكرت الجزئيه بتاعه فرجاني مع طارق مع محمد حسن مع زيزو، هل ده معناه انه اول صفقه في يناير هتكون صفقه في المكان ده؟ لا مش شرط. البعض بيقول ان محمد عبد العاطي لعيب دجله قريب جدا. لا لا لا، الموضوع ده فجاه اتفتح، وهو يعني
اتقفل في الصيف. كان مفتوح في الصيف واتقفل. مفتوح في الصيف اه، في مفاوضات مع مهندس ماجد سامي والموضوع اتقفل، ما اتفقناش والموضوع اتقفل وخلاص قلنا اللعيب ركز مع فرقتك ونحاول نشوف في وقت تاني. لكن مش بالضروره ان هو يبقى لو في اصابات في المركز ده تحديدا، لان المركز ده تحديدا في كذا لعيب يقدر يلعب فيه. بس مش بنفس المواصفات يعني. انت في ماتش النصر، في ماتش اف سي مصر انت لعبت بزيزو اوباما وكان عندك مشكله في الحته دي. تمام، هو محمد عبد العاطي ما بيلعبش مكان، بيلعب 8 اكتر بيلعب من 6 يعني. فانت كان عندك المشكله دي بسبب ان طارق ما كانش موجود او محمد حسن ما كانش موجود او زيزو ما كانش موجود. بالزبط. اللي هو اللعيب اللي بيلعب 6 كمان بالظبط. ف لا يعني احنا بص هنيجي في قبل يناير، انت ما تعرفش برده ظروف بيبقى فيها ايه، تعرف الاولويات بتاعتك. زي السنه اللي فاتت كان مستر جروس كان شايف ان هو محتاج باك ليفت ووظف عبد الله، بعدين عبد الله فقال خلاص مش عايز. اه محدش كان متوقع ان عبد الله هيبقى كده. ففي الاخر بعد كان عندي ورقه مكتوبه بخط ايده ان هو محتاج باك ليفت وحاطين ترشيحات ومختار حد، جه في وقت عبد الله لغينا الكلام ده كله. صح. فهي انت لحد النهارده ما حددتش الاسامي اللي انت ممكن تكون يعني مخطط لضمها في يناير. يعني بص ولا الاسامي ولا المراكز، ولا المراكز لانك صحيح. انت من هنا لحد يناير عد في كام مباراه طبعا، هتلاقي اكتر ممكن يبقى ضعف المباريات اللي اتلعبت. ف هيبقى ظلم قوي ان انت تيجي من دلوقتي تهمد لعيب او صح. تهمد وتقول لهم انا هجيب حد او بنفكر في حد. فعلا يعني مش بقول الكلام، فعلا ما فيش ولا لعيب اتكلمنا معاه ولا في مركز حتى فكرنا فيه، ولا حتى كمان اتطرح بيني وبين الراجل ان هو شايف ايه اللي في يناير يحصل. هسألك عن رأيك في ميتشو بما انك قريب منه، يعني رأيك فيه كشخصية قبل اي حاجة، لانه برضو الناس كلها متفقة بانه العدد الكبير من النجوم اللي موجودين في نادي الزمالك محتاجين مدرب بمواصفات شخصية معينة. يعني فكرة ان انت يبقى مدرب فنيا عالي اه طبعا، لكن كمان يبقى مدرب شخصيته قوية. فهل انت شفت ده ولا لسه الامور بالنسبة لك يعني ممكن ما تبقاش واضحة؟ خلينا نسمع اغنية ونرجع نكمل كلامنا بعد دقايق من دلوقتي، وهنكمل كلامنا. عندنا اسئلة كتير جدا نقولها لامير مرتضى منصور ضيفنا النهاردة في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. انتوا في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مرحبا بحضراتكم جديد، مكملين كلامنا في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وزي ما قلت لكم ضيفنا النهارده امير مرتضى منصور المشرف العام على الكوره في نادي الزمالك. امير، شخصيه ميتشو هل مناسبه مع عدد النجوم اللي موجوده في الفريق؟ طيب بص، عشان قبل ما نقول اي كلام يعني ايجابي او سلبي عن اي حد عامه، لازم تقيمه في تجربه يعني. حلو. بدري قوي ان احنا نقول انه اصلا مدرب. يعني انا كنت ضد الناس اللي بتتكلم بعد ماتش بيراميدز ان هو ده المدرب الناس كلها كانت مستنياه وهو احنا لا. بدري قوي يا جماعه بعد 3 ماتشات نقول الكلام ده، وبدري برضو بعد 7 ماتشات نقول الكلام ده في كل البطولات. يعني الراجل لسه بيتعرف ولسه هو طبعا ذكي وعنده معلومات عن الفرقه وعن كل لعيب وعن الدوري المصري، لكن في الاخر فيش مدرب بيقيم بالمباراه او بالفتره القليله دي. حتى لو هو على فكره كان كسب كل المباريات وكان كل مباراه كسب بسكور، دي برده كانت هتبقى يعني تقييم خادع يعني مش صح. بس حصل اختلاف يا امير خلى الناس تتكلم. يعني قصدي ان انت ابتديت بدايه قويه جدا، المقصه والاتحاد في الكاس، وبعدين البيراميدز قدمت نتيجه واداء وكل حاجه، وبعد كده الكيرف ابتدى ينزل شويه، خساره الاهلي وبعدها الاداء، حتى لو في فوز بس الاداء مش عاجب الزمالكاويه. بص وفي خساره بتاعه فريق السنغالي هناك كان قبل ماتش الاهلي على طول. انا يعني وجهه نظري من جوه الفريق، احنا الثلاث مباريات بتوع الكاس، الاتحاد والمقصة وبيراميدز، الثلاث مباريات دول كان ليهم دوافع تانية خالص. يعني اللعيبة كانت بتلعب بدوافع تانية، يعني اللعيب عارف ان هو هيلعب مباراة هيوصل للدور اللي بعده للدور اللي بعده البطل، ومفيش مباراة تانية، مفيش اي حاجة تانية بتحصل. برضو شخصية اللعيبة ظهرت في شخصيتهم مش فنياتهم. ماشي.
جينا في المرحله اللي بعد دي خلاص مرحله انت مش هينفع تكمل طول الموسم بشخصيه لعيبه او بدوافع بس. ماشي. في مرحله تانية ان انت بتحتاج ان اللعيبه اصلا تبقى جاهزه. ان اللعيبه تبقى جاهزه عشان المدرب الفكر بقى بتاعه يطبقه عليهم. الجاهزيه بقى الفنيه والجاهزيه البدنيه هو ما كانش عنده الرفاهيه دي. يعني هو كان كنا حتى بنتكلم في القصه دي هو قدامه حاجه من الاثنين. ياخد ريسك ويثبت تشكيل في 3 4 مباريات يا يعمل الروتيشن اللي الناس كانت فاكره ان هو مقصود ان هو عايز يعمل الروتيشن ده. هو فعلا ظروف اتكتبت عليه بس في السوبر ما كانش فيه ظروف. هو اللي فكر الفكره دي طبعا يعني. في اخطاء اكيد هو مش ملاك في الاخر بقى اكيد هو راجل يعني في الاخر بني ادم عنده اخطاء ممكن يحط تشكيل صح يحط تشكيل غلط في الاخر هي كوره في الاخر يعني مش لكن كان دايما بيبقى فيه ظروف ان هو بيبقى مضطر يغير 3 4 لعيبه في الفرقه كل ماتش. والناس كانت بتبقى متخيله يعني مثلا عبد الله جمعه كان عنده مشكله في انكر رجله. عبد الله مثلا لعب 3 4 ماتشات وهو برده بيربط انكر رجله وبياخد حقنه عندك مثلا ماتشات بتاعه افريقيا ونجم وامام عاشور مش متعدين في افريقيا. فالراجل دايما بيحاول ان هو عندك في بدايه الموسم كان احمد سيد زيزو واخد 6 ماتشات او موقوف 6 بالظبط. فالراجل برضو بالنسبه له هو مش عايز يعتمد عليه في الماتشات الافريقيه لان هو مش هيلعب الماتشات الدوري بالظبط. فكانت المعادله صعبه شويه كان فيها توفيق في بعض المواقف وكان فيها عدم توفيق في بعض المواقف لكن في الاخر مش هو ده ميتشو ومش هي دي فرقه الزمالك ومش مفيش حد في الفرقه وصلت للتوب فورم بتاعه. ماشي. ولا حتى الراجل حتى وصل للحاجه اللي هو متخيل ان هي دي اصل حاجه للفرقه. هو لسه لحد دلوقتي بيشوف يعني تيجي تساله على عمر السعيد او على مصطفى محمد مش هيقول لك مين فيهم رقم واحد. لسه هو بيستكشف يعني مش بيستكشف هو بيدي ده بيقول لك في على مدار المباراه في مواقف كان عمر السعيد فيها كويس جدا وفي مواقف كان فيها محتاج وقفه. نفس الكلام بيقوله على مصطفى محمد. ده معناه ان هو في التمرين لو اشتغل معهم اكتر وفي المباريات الوديه او الرسميه الكلام ده هيتعكس. ففي الاخر كل لعيب هيبقى عارف المدرب عايز منه ايه بالظبط. وفي فرق برضو ان اللعيب يبقى عارف المدرب عايز منه ايه وان هو يبقى قادر يعمل المدرب طالبه منه. هو احنا في المرحله بقى احنا في المرحله دي حلو ان في مواقف كتيره جدا لعيب ممكن مثلا زي عبد الله جمعه هتشوفه السنه اللي فاتت بمستوى وممكن تشوفه النهارده يعني لو في ماتش او حاجه الفتره اللي فاتت ممكن تلاقيه اقل شويه من اقل شويه لكن هو ده مش معناه ان هو السنه اللي فاتت دي كانت طفره وخلاص ولا ده معناه ان هو هيفضل. هو احنا عارفين المشكله فين. المشكله ان هو مش مريح. المشكله ان هو الاصابه برضو مأثره المشكله ان اللعيب اللي بيلعب جنبه او قدامه او اتغير فطريقه اللعب اتغيرت طبعا. يعني بنوعد الناس ان شاء الله الفتره الجايه هيشوفوا الزمالك زي الثلاث ماتشات بتوع الكاس ان شاء الله. التشكيل اللي لعب بيه في ماتش الاهلي انت كنت عارفه اكيد قبل الماتش. هل اتكلمت فيه؟ هل يعني اتفاجئت حسيت او تفائلت لما عرفته اتشائمت حسيت ان في حاجه؟ انا عايز اقول لك على حاجه برضو عشان الناس تبقى عارفه دي حاجه في في في, في الراجل يعني هو بيتعامل بيها. اللعيبه اللي في المعسكر بتعرف لما بنوصل للساد مين اللي بره الاساسي ومين اللي بره. هو بيقول قبل الماتش بساعتين مين ال11 اللي هيلعبوا. ماشي تمام في المحاضره ولما بنوصل للاستاد بيقول مين الاثنين اللي بره السكور. ماشي. الراجل ده عمل كده في 8 ماتشات. حلو. فهو اصلا ما عندناش رفاهيه ان احنا نقعد ونتكلم في فنيات. هو فنيات هو حر يعمل اللي هو عايزه. يعني هو ما بيجيش قبل الماتش يقول لي ايه رايك لاعب طبعا مفهوم بس ممكن ساعات يعملها من ممكن يعملها من باب ان هو عايز يشوف رد فعلك يعني وبيعملها مع كذا حد في الجهاز يعني بيعملها مع كذا حد لكن هو مش الشخصيه اللي بيتكلم في يعني في الفنيات في يعني في يعني ما بيحكيش اللي جواه قوي غير لما تشوفه بقى انت. اه طيب هل هو فعلا طلب الاستغناء عن خالد بوطيف في يناير؟ ده
ما حصلش لا. ولا في اي اتجاه لده؟ لا لا انا قلت لك انت وارد انت ممكن لا وارد ان اي لعيب يمشي وارد ان اي لعيب قلت لك على حسب اللي هيحصل قبل يناير اللي هيحصل قبل يناير. هل انت حسيت انه في سيناريوهات محطوط يعني في سيناريوهات كتيره محطوطه لكن خالد في الاخر لا خالد بالعكس خالد لعيب مهم وخالد بينطبق عليه نفس اللي بينطبق على فرجاني وهو مظلوم في كده. بس الناس استنت من خالد كتير برضو يا امير يعني ناس مهاجم منتخب مغرب وبتاع استنوا منه كتير استنوا منه جوان عدد لا ينقطع يعني. خالد جه في وقت جه في يناير السنه اللي فاتت ولعب. انا مش بدافع انا بدافع على اي لعيب على فكره يعني ده دوري ان انا ادافع على اي لعيب موجود في الفرقه. بس خالد جه في يناير ولما جه في يناير كان من الناس اللي شالت الفرقه ومش بالاجوان على فكره هو مش يعني في لعيبه كتيره جدا يعني انت لو جيت شفت مين هداف منتخب مصر في اخر خمس سنين مش هتلاقيه الفرود اللي بيلعب خالص تمام هو صلاح بالظبط وحتى في النادي الاهلي مثلا ممكن ما تلاقيش ان ما تلاقيش مروان محسن هو الهداف بتاع الفرقه يعني مش عايزين برضو نحط ضغط على اللعيبه حتى لو هو اجنبي حتى لو هو ما بيتكلمش عربي لان الحاجات دي فعلا بتفرق. لكن هو السنه اللي فاتت نفس اللي حصل مع فرجاني في وقت من الاوقات مفيش غيره وبيضطر يلعب وهو محتاج يعني يريح عنده اصابه محتاج يريح محتاج يتعالج صح ما عندناش الرفاهيه دي والمواسم لحمت في بعض وهو احنا صفرناه هو استغلينا برضو التوقف ده هو سافر برضو مع دكتور محمد اسامه ان هو يشوف بقى يشوف اي حاجه مثلا مشاكل اللي عنده اللي هي كنا دايما بنسكنها له بحيث ان هو يبقى راجع 100% عشان يظهر للناس بحيث ان هو لو قعد يفيد ولو مشي يفيد برضو طبعا يعني ما يجي له عرض برضو كويس بالظبط يعني. مفيش مشكله يعني احنا ما عندناش مشكله لكن هو في الاخر اللعيب مش مقصرش في حاجه اللي بيطلب منه بيعمله بيبقى مش جاهز بنسبة 30% وبيتقال له يلعب وماتش كبير وصعب وبيجي على نفسه يلعب فيعني نحتاج ان احنا نقف جنبه وندعمه زي على فكرة نفس اللي حصل مع خالد بيحصل مع كاسونجو دلوقتي كاسونجو حصل له مشكلة في المغرب مع النادي بتاعه والعقد اتفسخ عنده مشاكل وما خدش فلوسه وما يعني ويعني ومحدش كان بيتعامل معاه اصلا كاسونجو اول حد لجأ له هو نادي الزمالك بعتنا جبناه فانا قصدي ان في الاخر موقفه ايه كاسونجو منكم طيب موقفه برضو لحد يناير معلق لحد يناير معلق لحد يناير قلنا له انت ماديا هنتعامل معاك لحد يناير انت مالكش مصدر دلوقتي انت عقدك اتفسخ وانت مالكش مصدر دخل يعني فالنادي هيقف معاه لحد يناير وهنيجي في يناير لو ليه مكان في الفرقه لعيب مهم لو ملوش مكان في الفرقه هو اصلا كان معار سنه طبعا فعلى حسب الموقف ساعتها يا اما هيبقى موجود يا اما هتتجدد بقى اعارته لاي حد او يتباع بالظبط اوكي. هل ساسي فعلا كان في كلام على تمرده ان هو متضايق من ان هو ما خدش فلوسه والحاجات دي كلها وبعدين نفى وكيله الكلام ده ليه اصلا القصه دي طلعت دلوقتي؟ لا ده مش ساسي بس ده ساسي وطارق حامد وجنش بس في حاجات ظهرت ازماتها على السوشيال ميديا عايز اسالك عليها برضو يعني جنش كان في ازمه على السوشيال ميديا وانتوا الاثنين كتبتوا لبعض حاجات وطارق حامد نفس الكلام وبعد كده ساسي ظهرت من غير ما يتكتب حاجه يعني النجاز كان قبلهم برضو وكانت وصلت للصحافه انت اصلا بتتعامل مع الحاجات دي ازاي فكره انه لعيب يوصل ازمه جوه النادي للصحافه او للسوشيال ميديا بص احنا متفقين من السنه اللي فاتت والناس اللي جت جدت علينا جددنا الاتفاق ده معاهم ان اي حاجه بتحصل بينا وبين بعض دي ما تطلعش بره وان مفيش حد في الاخر انا احترامي لاي لعيب مرتبط بـ باحترامه للنادي مش بعلاقتي بيه الشخصيه ولا باحترامه ليا ولا باي حاجه تانية باحترامه للنادي انا بس بيصعب عليا ان يبقى لعيب فعلا يعني ما تقلش يعني ما طلعش منه اي حاجه وينزل خبر والخبر ده يعني يمسك فيه يعني احنا مثلا كنا في المعسكر امبارح وطلع خبر لقيت اتنين لعيبه بدون ذكر اسمائهم يعني عشان لو الخبر ده ما حدش قرايبه ما نشهرش احنا اللي قالوا ان في لعيب مش عارف اتقبض عليه وعشان هو خرج من المعسكر وكان سايق وكان مش عارف فين وبتاع اللعيب ما خرجش خالص
لا ده بيقول لك اتقبض عليه يعني اتقبض عليه دي المفروض اصلا ما خرجش بره المعسكر انت لعيب كان نايم لعيب صحي لقى اهله بيطمنوا عليه وحاجات كده ولعيب تاني ان عقده اتجدد وان هو مشي وساب المعسكر عشان يروح يقبض مقدم التعاقد بتاعه كل يعني حاجات بتتقال بتضايق اللعيبه يعني اللعيبه اللي هي اللي بتبعت لي الحاجات دي لو سمحت يا استاذ امير رد علشان احنا عايزين نركز وعايزين نقفل لكن في نفس الوقت ساعات بيبقى فيه مشاكل وارد ان في ساعات وساعات بيبقى فيه مشاكل وممكن نقول ان مفيش مشاكل ماشي وساعات بيبقى فيه مشاكل ولازم نقول ان في مشكله طبعا خلاص مش هينفع تستنى اكتر من كده لان في الاخر انت بتحاول قدر ما تقدر ان انت تحمي اللعيب وما تحطوش في مواجهه مع الجمهور بس انا بتكلم انه ازمه ساسي دي هل في دخان يعني ولا لا ولا مش هتكسف على فكره مش هتكسف ان مثلا لو في مشكله اقول لك في مشكله 1 2 3 4 خلاص لكن احنا مثلا ما نطلع فاصل هسمعك مثلا فرجاني بيقول لي ايه على الحاجات دي انه بيضحك يعني بياخدها بضحك يعني لا بيقول لي ايه اللي بيحصل ده وليه بيقولوا كده وانا مش عارف طب عايزني ارد اقول لا ما تردش لانك لو رديت يبقى احنا في حاجه يبقى في حاجه اقعد بقى ركز انت واقفل على نفسك يعني فعلا بتحصل حاجات مبالغ فيها لكن في مشاكل ساعات بتحصل جنش انت يعني اتكلمت على القصه دي جنش في الاخر لازم نراعي ان هو لعيب مصاب اصابه فهو نفسيا مش هيتعامل زي اللعيب اللي جوه الملعب يعني هو بقى بيشوف اخبار فلازم ليه تقديره ولازم نحتويه ولازم هو ما حسش بده منكم ما حسش بتقدير مثلا لا جنش من ساعه ما اتصاب هو كان عنده حساسيه لان هي خلي بالك الاصابه دي نفسيه كمان يعني هي الاصابه دي انت لما بتتصاب اصابه يعني عايز اقول لك على حاجه مثلا مهمه جدا فرجاني في اخر ماتش اللي اتطرده خلاص 90% من الفاولات الكتيره بقى بيعملها والطرد اللي خده ان فرجاني نفسيا بقى بيخش على كوره خايف يتعور في رجله فاهم فبقى بيامن نفسه ان هو انا هخش جامد انا اللي هضرب انا هخش جامد وهو فعلا عشان كده ممكن مثلا يبقى لعيب تبقى انت مش محتاجه في معسكر على قد ما انت محتاجه ان هو ذهنيا يصفى تمام وده اللي احنا بنعمله ممكن الحاجات دي كانت تبقى غريبه قبل كده ممكن كنت انا دلوقتي انا بعمل الحاجات دي بتكلم مع المدرب وبتكلم مع الاداره اللعيب لان انا شخصيا يعني في 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 الشغل ساعات ببقى مش شايف قدامي من كتر الضغوط ومن كتر ممكن عايز اسافر يوم ولا عايز اخرج طبعا. يعني اشوف اصحابي ولا فاللعيب برده ممكن يبقى كده ممكن ما يدركش في الملعب لو هو ذهنيا مش صافي او عنده مشكله في بيته او عنده مشكله في حاجه جنش كانت مشكلته نفسيه ان هو كان عنده احساس ان الاصابه دي كبيره يعني وطويله وهتفرق وهو كان بعد ما وصل لنقطه كويسه قوي راح المنتخب والزمالك مستنيه عشان يجدد عقده وحاجات كده فهو متخيل ان الحاجات دي كلها راحت من تحت رجله يعني فاتكلمنا معاه لكن هو في الاخر لعيب محترم لعيب كويس لعيب طيب جدا يعني خلي بالك يعني دي حاجه مهمه فهو كان بيشوف الموضوع زيه زي الجمهور مش زي اللعيبه مع انه واحد من اللعيبه يعني هو لما بعد قصدك من الملعب حس ان هو بيتعامل بنفس العقليه لا ما هو ما كانش معانا اصلا هو ما بيجي ما هو ما انا فاهم انا قصدي ان هو بعد بقى خلاص بقى في البيت بعد فبقى مثلا خبر ينزل ان اللعيبه مثلا جددت وخدت فلوسها فهو بالنسبه له هو انا ما خدتش عشان مصاب فهو انت لو كلمت اللعيبه هتعرف ان اللي بيسري عليك بيسري عليهم فهما لسه مثلا ما حدش لسه خد المقدم بتاعه بس اتقال ان في كذا لعيب اخد في 2 3 لعيبه اخدوا دونا على الفريق كله هل الكلام ده حقيقي بص برضو عشان دي تفاصيل جوه فرقه بس في الاخر يعني انا هديك مثلا يعني انت في اولويات خلاص لو لعيب جه وعنده ازمه اهله حد من اهله في مستشفى ومحتاج هنسيبه يسرق يعني طبعا لا خلاص او لعيب شاري حاجه وعليه شيك ونستنى مترفع عليه قضيه وبيبقى بالتنسيق مع الفرقه خلي بالك بتبقى الناس عارفه كمان بتبقى الناس عارفه يا جماعه عشان ما حدش يحس بتمييز او حاجه زميلكم فلان فلاني عنده الظرف ده ماشي هنقبله كلنا ولا هنقعد نسمع ان في ناس لا طبعا فلان يستاهل يعني اللعيبه برضو بينهم من بعض خلي بالك بيبقى عندهم حاجه بينهم من بعض هم بيبقوا فاهمينها طبعًا. انا عشان قريب منهم ببقى فاهم ده فبعمل الاصول ان الناس كلها تاخد في نفس الوقت لكن لو هنعمل استثناء لازم الناس لظرف طارئ لظرف طارئ ولازم الناس تبقى عارفه ما ينفعش بقيه اللعيبه ودي يعني
لنفس الظروف اللي انا قلت لك عليها. يعني كانت حاجه طارئه حاجه طارئه. طيب حازم امام طلب يمشي في يناير فعلا عشان ما بيلعبش؟ لا، حازم امام عقده فاضل فيه سنه. اه فهو حتى لو هو يعني لو دي حاجه جواه اكيد اي لعيب نفسه يلعب طبعا، فهي حتى لو هي دي حاجه جواه هو مش هيطلبها لان هو كده كده عقده فاضل فيه سنه. بس ممكن يطلب منك يعني طلعني اعاره، طلعني وافق على ما هو اللعيب، ما هو اللوائح، ما ده اللي انا قصدي عليه اللوائح. ما انت ما ينفعش تطلع لعيب اعاره فاضل في عقده سنه. اه يعني لازم تجدد له اصلا. ماشي، ما انت هنجدد وطلعني اعاره. الموضوع اسهل من كده، بتمرن كويس وهتيجي فرصتك وهتلعب وهتاخد وضعك وهتاخد، هنحتاج الفريق كله. لكن السؤال ده تحديدا لا، مفيش حاجه. لا طب هرجع تاني لحراسه المرمى. جنش ان شاء الله رجع النهارده وفورمته ابتدت ترجع واحده واحده والدنيا لطيفه جدا، وعندك عواد وعندك ابو جبل وعندك ربيعه ومحمد صبحي. ده يمثل لك ازمه لانه في حارس هيلعب وثلاثه هيقعدوا. لا ممكن حد فيهم يطلع اعاره، يشوف، هنشوف ساعتها مع المدير الفني وهنشوف ساعتها مع الاداره المصلحه بتاعه المركز ده والتركيبه. لان خلي بالك الثلاث حراس بيبقوا في الاخر انت بتتعامل معاهم كانهم حارس واحد. ماشي، لان هم بره الملعب، الاثنين اللي بره الملعب بيبقوا هم اللي في ظهر اللي جوه الملعب. حلو، ما ينفعش تعمل اللي هي الكلاشيه القديم بتاع ان بيبقى فيه اثنين ديوك وده مش بيبقى موجود، يعني ده مش موجود عندنا اصلا. ماشي، لكن في الاخر هو العدد، المركز نفسه بقى فيه عدد ازيد من اللازم طبعا. ف هنشوف الانسب ايه للفريق رقم واحد. لو حد يطلع إعارة والباقيين يكملوا بالظبط. طيب لكن برضو عشان كمل قصة جنش، عشان جنش كان برضو يعني مش متضايق من تقصير مع النادي. يعني متضايق من الإصابة من الآخر طبعا، لأن في الآخر الإصابة فعلا في وقت صعب، وجنش كان بقاله 4 أو 5 سنين بيبذل كل المجهود اللي عنده، كان هو دايما الجوني التاني وعمره ما قصر عشان يبقى الجوني الاول. صح، فوقت ما بقى الجوني الاول جات له الاصابه دي، وهو يعني يعني مؤمن بيها وعارف ان ده متقبل يعني طبعا. بس في الاخر واحد زي جنش هنقبل ده منه، هنقبل ان هو يتدلع علينا ويقول انتوا ما سالتوش، مش هطلع بقى انا ارد اقول انا سالت يوم كذا وجيت لك يوم كذا وعملت يوم كذا. خلاص احنا فاهمين الوضع النفسي اللي هو فيه، ولازم كلنا نقف جنبه لحد ما يبتدي يشوف الامور زي ما احنا كلنا بنشوفها. جميل. ازمه كهربا بقى، عشان دي برضو حديث الزملكاويه كلهم. قلت انت تصريح قلب الدنيا تاني؟ لا، قلت تصريح اتفهم غلط، لان هو لو اتسمع غير لو اتقرب. طب قول لي يا علي، هو كابتن مدحت شلبي بيسالني بيقول لي كهربا ايه وضعه، في نيه ان هو يرجع تاني، في يعني بيتكلم قلت له فروحت شارح الاول، وانا مشكلتي انا بتكلم كتير، فلما شرحت الاول ابتدى يتفهم ان انا تاخد الحته دي. انا قلت هو لعيب مهم، لعيب اضاف للزمالك في وقت من الاوقات، لعيب بس سابنا في وقت احنا كنا محتاجينه فيه، وفي الاخر نادي الزمالك ما بيقفش على حد، وفي الاخر نادي الزمالك من 1911 مش هيجري ورا لعيب في 2019 عشان نعمل حاجه. خلاص في 100 نجم مشي، و100 نجم قعد، وفي 100 نجم هرب من الزمالك وراح الاهلي، و100 نجم من الزمالك هرب واحترف بره ورجع، يعني في 50,000 سيناريو، مش هي الدنيا مش تقف هنا. فهو سألني سؤال صريح، قال لي لو كهربا حب بكره يرجع الزمالك ايه الوضع؟ قلت له والله نادي الزمالك موجود ومكانه موجود، هو لو حب يرجع، يعني لو حب يرجع ويتكلم هو عارف مكاننا فين. فتفهم ان انا بقول لو حب يرجع الباب مفتوح. بس هو الباب مش مفتوح؟ لا الباب مش مفتوح، والباب احنا اللي قافلينه. ايوه انا فاهم، بس انتوا خلاص قفلتوا القصه دي؟ لا، هو القصه دي مقفوله من لما كان هو، انا على المستوى الشخصي بحب الكهرباء جدا. يعني ما طيب، برضه نفس قصه جنش، طيب جداً. تمام، لكن نادي الزمالك اهم مني ومنه. مش بقول كلام بنظر، بس فعلا هو الموضوع يعني انت ما اتظلمتش في اي حاجه. ليه يعني اولا وجهه نظره في انه العقد باطل. على فكره انا ما عنديش اي مشكله ان لعيب بيجي يسلم عليا ويقول لي انا فاضل، مش عايز امشي، انا فاضل 6 شهور في عقدي او سنه او سنتين او 4 حتى، وعايز اروح الاهلي. هتتعامل عادي؟ والله العظيم هتعامل عادي. خلي بالك انا معروف عني في وسط الوكلاء، يعني السنه اللي فاتت لما كنا بنتعامل، ان اي وكيل بيقول لي اللعيب ده
الحق خلصه علشان النادي الاهلي مخلصه او بيخلصه او كده، بقول له هم ياخدوه وهم اولى بيه، انا مش هخش في القصه دي. ما بتخل... مش عايز تدخل في خناقه يعني؟ مش قصه خناقه، انا ما بترجتش اللعيب اللي بيبعت وكيله هنا وهنا ويقول لك طب هنا هيدوا خمسه وهنا هيدوا سته شوف مين اكتر. انا مش عايز ده، انا مش عايز ده. يعني انت لو قعدت مع اي لعيب وهو من نفسك قال لك، من نفسه قال لك ان هو اهلاوي، بيبقى عندك هو ما بيقولش هو اهلاوي، هو ما بيقولش هو اهلاوي. في لعيبه بتقول ولا لا؟ لا هو ما هو لو ما هو لا ما فيش حد بيقول انه اهلاوي. يعني بيقال بانه كهربا في المفاوضات معاكو كان بيقول لكم ان هو اهلاوي؟ لا عمره ما قال لي ان هو اهلاوي والله. والله، لكن الناس بقى بتبقى حاسه ان هو اهلاوي عشان هو الروتس بتاعته اهلاويه ومش عارف ايه. وعلى فكره يعني هو عبد الله السعيد لما جه من الاسماعيلي للاهلي كان اهلاوي؟ كان ما كانش اهلاوي. طب لما مضى في الزمالك كان بقى هو بقى في الاخر اصل هو كان زملكاوي. يعني بص انا احترم الناس اللي هي بتيجي في الاخر، انا لعيب كوره. ما هو محمد صلاح في الاخر بالنسبه للناس الانجليز، ما هو تشيلسي وليفربول دول زي اهلي وزمالك، عندهم قريبين يعني من الاهلي وزمالك يعني. سيبك من الديربي هناك ليفربول ومانشستر ويونايتد مثلا، بس في الاخر هم مش على وفاق الناديين دول يعني. مش عارف ايه، هو في الاخر لعب في ده ولعب في ده وهو شاف مصلحته فين وراح المكان اللي فيه مصلحته يعني. فانا ما عنديش اي مشكله ان يبقى في لعيب، طبعا نادي اهلي كبير ونادي الزمالك كبير، فخلاص هو بالنسبه له حلم ليه والاهله ان هو يبقى في نادي من الناديين الكبار. حتى لو انت عارف انه العيب ده في نادي معروف ان هو اهلاوي. طب ما احنا عارفين ان عبد الله السعيد ولا اهلاوي ولا زملكاوي. لا انا مش بتكلم عبد الله، اي لعيب تاني. لانه عبد الله، انا قصدي لما انا رحت مضيت عبد الله السعيد يعني واحمد مرتضى وكابتن اسماعيل وكده، كنا عارفين ان عبد الله يعني قصه احنا بنشتري لعيب بروفيشنال، ماشي، بنشتري ماتيريال لعيب كويس، ماشي، ما علاقه بانتمائه بقى. ما بنفكرش لما يحتفل هيبوس الشعار ولا لا، ماشي. مش فارق معانا دي خالص، ماشي، تمام. بس هو موضح ده من اول يوم يعني. هو دلوقتي فرجاني ساسي، هو مش لعيب مصري يعني. هو ممكن ما بيشجعش ولا اهلي ولا زمالك، لكن هو دلوقتي شغله اكل عيشه، عايز بقى اللعيب المصري اللي هيجي الزمالك او هيروح الاهلي او هيمشي من يعني واتيفر، هو جاي منين وراح فين، خلاص حتى لو مصري وحتى لو هو اهلاوي او زملكاوي هيتعامل بالطريقه دي. لكن ما تجيش تبقى انت بتتعامل قدام الاعلام بطريقه وقدام الجمهور بطريقه وفي الفلوس معانا بطريقه وفي الاوضه المقفوله بطريقه، خلاص قول انت راجل، ان انا راجل بلعب دلوقتي عشان دول ده البيك بتاعي وده احسن وقت في حياتي وانا اعلى رقم هاخده، اعمل كده. لكن مش لازم تطلع ان الزمالك قصر معاك فعشان كده انت هتمشي. يعني الزمالك ما قصرش مع كهربا خالص نهائي، خالص نهائي. الزمالك من الاخر خلاص يعني، في معرفش احنا عشان على الراديو، فانا بحب بحس ان محدش شايفنا، فبحس ان دي قاعدين كاننا بره. في الاخر في 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 اشتغاله كده بتاعت الايه، بتاعت ان اي حد هيتزنق خلاص هيقول ان هيطلع يقول يا جماعه انا قلت مره واثنين وثلاثه ومحدش سال عليا وانا والله وخبطت على كل الابواب ومش عارف ايه. والشخص ده بيبقى مثلا ايه، بيبقى بياخد ملايين يعني، ماشي. بس هو عايز يدبل الملايين يعني، فاهم قصدي؟ وحقه على فكره. بس بما ان احنا بقى بنتكلم يعني خلاص احتراف وكوره وكده، انت لعيب عقدك في سنتين، انا مش ملزم ان انا اي لعيب عقده ساري ان انا كل لما يلعب 3 4 ماتشات كويسين او يعمل موسم كويس ان انا اجيب اقول له بقول لك انت فاضل لك 3 سنين كنت بتاخد اكس، تعالى نجدد لك سنه واديك. على فكره هو احنا جبناه عشان يعمل ده، تمام، وده الطبيعي في الكوره. لما احنا بنعمله من باب ان في الاخر ان يبقى في مش في او خلي بالك انا مش مقتنع ان في عداله في الكوره، ولا ان في عداله في الماديات في الكوره. موافقك جدا، مفيش حاجه اسمها كده، صح، انا موافقك جدا. ودي كانت مشكلتي مع مستر جروس السنه اللي فاتت. هو كان عايز يعدل ما بين الناس؟ لا هو كان عايز مثلا، هو كان ممكن مثلا يتضايق من اللعيب ان هو بياخد فلوس اكتر منه. والله يقول لي مفيش يعني ايه اللي يبقى عندي لعيب في الفرقه بياخد مرتب اكتر مني، فاقول له يعني هو ميسي بياخد اكتر من فالفيردي مثلا. طبعا. فيقول لي لا انا كده في الميدل ايست وفي الشرق الاوسط ما ينفعش اسيطر عليه وانا مش عارف ايه ماشي فيه يعني. كان في عنده تركيبه كده والله، وكان يتضايق لدرجه مشيه. والله. خلي بالك انا الكلام ده لما بقوله الناس بتفكر انا بقول الكلام ده عشان انا بحترم الراجل ده جدا واشتغلت معاه سنه واخلصت له كاني بخلص لابويا، ماشي، تمام، ماشي. لان في الاخر انا عايز اخد بطوله. حلو، خلاص. انا كنادي انا كمشجع عايز اخد بطوله. طب. انا مش يعني فانا وفي الاخر البطوله دي هل اي لعيب في الفرقه هيقدر يقول انا جبت بطوله؟ لا طبعا، هم 30 لعيب صح.
طب هل مثلا في رئيس نادي يقول انا جبت بطوله؟ لا، هم سبعه اعضاء مجلس اداره. طب هل بالجهاز الفني؟ لا، احنا 40 واحد في الجهاز الفني والاداري والطبي. مش فانا ما بنسبش ده لنفسي خالص، لكن انا لازم ابقى امين عشان نتدارك الموضوع ده. الموضوع ده كان عامل مشكله ان في الاخر كان في ناس بتاخد مكافئات، فكان الجهاز الفني بيتضايق مثلا هم ليه بياخدوا مكافئات. لا، بيتضايق وبيعملهم بطريقه عنصريه، يعني يطلع بره التمرين لدرجه تطلع بره التمرين. ايوه، اللعيبه الصغيره كان بيتضايق ان اللعيبه كان بيتضايق ان لو اللعيب الصغير مثلا مكافاه السوبر، مثلا لعيب صغير عمر صلاح او منصف مثلا خد مكافاه زيه زي اللعيب الكبير، لان هو قعده صغير. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن يقف عليها يعني. فيقول لي هو ما لعبش، وانت ليه انتوا بتدوا له، انتوا ليه بتعملوا له مش عارف ايه؟ فاقول له لا، النادي دي سياسته في المكافئات ان عشان يخلي اللعيبه كلها يونت واحده، والناس كلها تحس ان هم يعني اللي بره يتمنى المكسب للي جوه، والصغير يتمنى ان هو لما يبقى كبير وبيلعب يبقى بيدي فلوس برضو للناشئ اللي موجود مش عارف ايه. فكان الموضوع ده بيعمل مشاكل لدرجه بقينا بنخبي المكافئات بعد كده، واحنا بقينا بنعمل كشف لوحده للجهاز الفني وكشف حقيقي. خلي بالك الحاجات دي الناس ما بتعرفهاش وما تقدرش تقولها في ساعتها. بس انت شايف ان جروس كان ليه فضل في الفوز بالكونفدراليه؟ وهل كان ليه برضو فضل في خساره الدوري؟ بص، انا ما ينفعش اجي دلوقتي، انا هتكلم بواقعيه. انا ما ينفعش اجي دلوقتي اقول لك ايجابيات حد وما اقولش سلبياته، او اقول لك سلبياته وما اقولش ايجابياته. طبعا خلاص، مستر جروس كان عنده طبعا مميزات وعنده عيوب. ماشي، بس ممكن تبقى مميزاته دي تنفع في الدوري السعودي. حلو، مع اللعيب السعودي، مع الفلوس بتاعه الانديه هناك والنظام هناك ومش عارف ايه وبتاع، الموضوع هناك يمشي معاه. لكن في مصر لو كان قاعد موسم تاني كنت وجهه نظري، وخلي بالك هو ده مش معناه ان احنا مشيناه برضه. ماشي، انا عرضت عليه ثلاث خيارات، انا عشان برضه نتكلم في موضوع مستر جوز عشان نقفله خالص. انا عرضت عليه ثلاث خيارات. انا كان مشكلتي معاه هي نفس مشكله اللعيبه معاه، التواصل. هو كان بيحب يجي قبل التمرين بخمس دقايق يعني بس، وبيمشي بعد التمرين بخمس دقايق. فلو لعيب عنده مشكله، لو لعيب محتاج يتكلم او كده، ده مش متاح. حلو، طيب المفروض مين اللي يعمل الكلام ده؟ الجهاز بقى اللي معاه. يعني الراجل رقم 2 او الراجل رقم 3 هو اللي يلم. ماشي، هو كان قاسم كان قاسم كل حاجه يعني. كنت زي شفت انت في قصه الكوره التشكيل، تحس ان في فرق يعني، تشوف الناس اللعيبه الاساسيه اللي هم ما بيطلعوهمش في الملعب. أيوة، في لعيبه ما بتشاركش خالص. نفس الكلام في الجهاز الفني، نفس الكلام بره الملعب. حلو، في لعيب ممكن يروح يقول له على حاجه يستجيب له، في لعيب تاني وهو واقف جنبه هيقول له على نفس الحاجه هيقول له مش دعوه. فدي كانت بتعمل، عشان كده عمر الكلام ده مش حاجات فنيه. الناس دايما مركزه في الكوره بس. يا جماعه الناس مركزه في 90 دقيقه. احنا بنشوف بعض اسبوع، بنقعد كل يوم التمرين، بتيجي قبل التمرين بساعتين وبتمشي بعد التمرين مثلا بساعتين او ثلاثه لما اللعيبه بتعمل ريكفري. فاللعيبه دي بتقعد مع بعض بالجهاز بالناس كلها، بتقعد بحوالي خمس ساعات. فانت بتشوف ان 90 دقيقه دي بتقول الله ده لاعب حلو هو، او الفرقه مش حلوه. ساعات التقييم بيبقى غلط يعني، لان مش فاهم اللي حوالين ال 90 دقيقه، مش فاهم ال 90 دقيقه. وفي حاجات كان ليها علاقه بشخصيه اللعيبه يعني. وفي حاجات كان ليها علاقه برضو، عشان يعني اكون امين، ليها علاقه بمجلس اداره. لما مجلس اداره يجي فرقه تبقى الاخيره في المجموعه ويقرر انه يعمل الاربع ماتشات اللي جايين كل ماتش مكافئته 10,000 جنيه يعملها ب 100,000 جنيه، الماتش اللي مكافئته 8,000 جنيه يعملها ب 80,000 جنيه. خلاص، ده دافع مادي. ما هو في دافع مادي طبعا، وفي دافع معنوي، وفي دافع فني ان انا عايز العب وعايز ابقى انا رقم واحد. ففي وقت من الاوقات الموضوع ده فعلا سند معانا بيفرق يعني. وخلي بالك، والنادي الزمالك السنه اللي فاتت ماديا ما كسبش والله. لا، انت مكافاه البطوله 1,250,000 دولار. خلاص، انت صارف طيران مثلا، طيران خاص طبعا، خاص بعادي كتير، هو اكتر من الرقم ده. صرف مكافئات نص الرقم ده. ماشي، ف
والكوره بقت فلوس دلوقتي طبعا يعني هي صناعه فطبيعي تعتمد على الفلوس لكن في وقت من الاوقات احنا عارفين احتياج الجمهور للبطوله دي وشايفين ان احنا قريبين منها احنا شايفين ان احنا قريبين منها مش عشان احنا كويسين في الكوره احنا ما كناش يعني البطوله دي من اضعف البطولات اللي الزمالك فنيا كان بيشارك فيها صح بتفق معاك يعني في بطولات تانية كان الزمالك احلى واقوى لا 2015 مع مستر فيريرا لما طلعنا من نجم احنا كسبنا كل الماتشات اللي بره ارضنا صح كسبنا اورلاندو بره والفتح الرباطي بره والصفاقس بره وكان الزمالك كان وخسرت البطوله طلعت من السيمي فاينل وطلعت واقف على رجلك وكسبت النجم الساحلي 3-0 ب 10 لعيبه وعملت ماتش بطولي بس في اخر خسرت البطوله صح محدش فاكر لك ان انت كنت لكن كويس صح لكن الزمالك بطل الكونفدراليه السنه اللي فاتت انت هتفضل فاكرها فكان مستر جروس بس عشان اقفل الموضوع ده يعني عارف في مدربين حتى كنت في مره بتكلم مع ميدو في الموضوع ده في مدربين تحط عليهم استراتيجي تحط عليهم بلان خلاص وفي مدرب تجيبه يخطف لك بطوله ويمشي ولازم تمشيه لان هو بيعمل ايه هو بيحرق لك الفرقه يفضل دايس على الناس هو عشان هو عارف ان انا مش هتعامل معهم تاني فيفضل دايما يتعامل مش فارق معاه فنيا مش فارق معاه بدنيا مين يلعب ومين ما يلعبش عشان كده كان مثلا اوباما بيلعب كل الماتشات صح وفي الاخر ما كانش قادر لو هو حاطط في دماغه ان الموسم هيخلص ومفيش فتره توقف وان الموسم اللي بعده اوباما ده مثلا لعيب عنده 24 25 سنه لازم ما ياخدش مش عارف ايه وياخد جرعات معينه كان حط البلان ده لكن هو عارف ان انا هخلص وهمشي فهلاعب اللي هكسب بيه وهتعامل المعامله اللي تخليني ما بنيش للسنه اللي جايه وكده فاحنا كنا شايفين ده فده كان بالنسبه لنا هيخلينا نرجع تاني لنقطه الصفر لان واحد هو بيوري لك وانا بقول لك وانا بحترمه جدا فعلا لكن هو في الاخر بيوري لك ان هو مش قاعد طب انت عشان برضو نقفل قصه كمان كهربا انت ما عندكش مشكله ان كهربا يروح الاهلي لا انا قلت الكهربا لما جه في وقت من الاوقات هو بيقول لي يعني عشان برضو هو طلع او سمعت الناس بتقول يعني ان هو طلع قال ان محدش الناس وعدته ومحدش عمل حاجه او اعتقد يعني انتوا وعدتوه باي حاجه لما رجع من السعوديه انه تعالى وخلاص وسيب السعوديه واحنا بنعمل فريق جامد وحاجات كده هندي لك الفلوس اللي كنت بتاخدها هناك لا هو مش بنوعده بحاجه هو لعيب مش بنعمل فريق جامد هو 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 الطبيعي اعارته خلصت يرجع النادي بتاعه لكن بس هم هناك كانوا عايزينه سنه فانتوا رجعتوه على غير رغبته لا 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 لا, 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 لا. اوكي لا كهربا كان اخر موسم ليه في الاتحاد جده كان الاتحاد جده اصلا مش ماشي يعني خالص مش ماشي كويس وابتدوا يمشوا كل اللعيبه غالبا الاجانب اللي عند معظمهم مشوهم يعني يعني كانت برضه سياسه النادي عندهم كده فهو كهربا لا كان قدام يعني وكهربا ذكي يعني فانت بالنسبه لان هو هيرجع الزمالك ينور يمشي تاني بنفس الطريقه يعني وبيفكر بطريقه صح ان هرجع اعرض نفسي السنه دي على الانديه برضو اللي تقدر ماديا تتعامل معايا بالشكل اللي يرضيه وفي نفس الوقت اقدر اروح المنتخب ويعني يظهر بشكل كويس وهو فكر كده ولكن عشان بس اقفل الموضوع كهربا عشان هو في الاخر هنلاقي تصريحاته نازله ان احنا بنتكلم عليه اصلا لا هي يعني قصه وكان لازم بس نتكلم فيها ما هو انا كل ما بتكلم فيها بتتفتح كهربا موضوعه باختصار ماشي اتحط له تارجت يعملها علشان عقده يتعدل ماديا ماشي وهيتعدل ماديا مش علشان هو مظلوم ومش مظلوم هو ما اتظلمش هو طلب يتساوى بساسي لا هو يعني هو طلب حاجات هو صعب انها تتعامل احنا قلنا له احنا مقدرينك بالموضوع ده لان انت ماشي بالشكل ده ماشي لو مشيت بالشكل اعلى من ده والزمالك قدر يحقق واحد واثنين وثلاثة هتبقى انت بالنسبة لنا لعيب من اللعيبة المهمة في الفرقة فساعتها انت هنعمل لك ده فهتحط له كذا تارجت ماشي هو كان طلب حاجات تانية خالص والطريقة اللي هي بتاعت ان يعني الاهلي وكده كان بيقول لكم الاهلي ده يعني ممكن ده هم بيكلموني بس انا مش عايز اروح واحنا كنا عارفين ان هو بيقعدوا يعني انتوا عارفين ان هو بيقعد مع الاهلي من زمان
من فتره يعني. اه ما هو بيقعد في يعني بيقعد في اماكن يعني هو مبيت النيه. فانت مهما انت عملت برضه في الاخر انا مش هبوظ الفرقه علشان لعيب ماشي. فلا ده يبقى انا بظلم كده طارق حامد وبظلم محمود علاء وبظلم ناس. ما هو في الاخر الناس دي برضه شاركت في طبعا. بس ففي الاخر هو عمل شكوى. مجرد ان هو عمل شكوى الموضوع بالنسبه لنا كان خلاص، انت اتعرض عليك رقم انت رفضته عشان انت عايز ارقام تانية، واللي بيننا وبينك الشكوى. الشكوى في الاخر بتاعته اللي هو عملها اترفضت، اللي هي في اتحاد الكوره، وقالوا الورق سليم والعقود سليمه وكل حاجه سليمه. طب ظهر النهارده وبقى في الاهلي، هل انت كنادي الزمالك هتعمل اي مشكله؟ انا كمان رفع شكوى للفيفا. اه لا انا بضمن حقي انا في الاخر. هو بص عشان برضو الموضوع يبقى واضح، هو ما مشيش ما تخطفش مني ماشي تمام. يعني هو مشي هو لوحده. لا في فرق بين حاجتين فيفا، عشان بس برضو لقيت بسمع ناس بتعمل مقارنات وكده ما بين حوار عبد الله وحوار عبد الله، حوار عبد الله سعيد وحوار كهربا. اه بنتكلم قانونيا، انا لعيب اتفاوضت مع عبد الله سعيد في الوقت المسموح لك، المسموح لي ان انا اتفاوض معاه فيه ماشي خلاص. وده من ناحيه نادي الزمالك. من ناحيه بقى عبد الله سعيد نفسه، هو راح للنادي الاهلي قال لهم يا جماعه انا عايز اخد كذا في الموسم، قالوا له لا. فبقى بالنسبه له هو كمان ادبيا خلص الالتزامات اللي عليه من ناحيه النادي بتاعه، ما هربش ماشي خلاص. لما الزمالك خده ابتدوا يعرفوا ان دي صفقه وصفعه والكلام اللي اتقال ده، واحنا بالنسبه لنا احنا جايين رايحين ناخد لعيب مهم بالنسبه لنا ماشي. لكن وضع كهربا مختلف. وضع كهربا ده لعيب فاضل في عقده، كان طلع عرى موسمين ونص وفاضل في عقده ثلاث سنين. ثلاث سنين اه اه وكل سنه بيطلعها بيجدد سنه. اه ماشي. ف خلاص يبقى اي حد، يبقى انا دلوقتي انت تقدر تفسخ عقدك مع المحطه هنا مع نجوم اف ام هنا، تقدر تفسخ من غير ما تروح لمحامي ولا ترفع قضيه ولا تعمل اي حاجه. انت طلع في دماغك ان انت تمشي هتمشي. يعني لو بنتكلم في اللامنطق اي حد يقدر يعمل اي حاجه ماشي. بس فاحنا بنضمن حاجة. زي ما عايز اقول لك على حاجه، في نفس الموقف زي ما كولوبالي هرب من النادي الاهلي وادعى ان هم بيعاملوه بطريقه عنصريه، والكلام ده طبعا غلط، كلام فارغ. صح صح كلام فارغ. في الاخر النادي هيدفع الغرام في الاخر. في الاخر لعيب قرر ان هو يعمل حاجه غلط، وفي نادي تاني اشتراه ونادي تالت اشتراه، واللعيب يعني ما عادش في البيت خلاص. لكن في الاخر النادي الاهلي ضمن حقه في التعويض بتاعه، وده اللي احنا بنعمله مع كهرباء. لكن في الاخر مش هنلعب يعني، عشان الكلام اللي بيتقال برضو يتقفل يعني، اصل احنا بنحاول لحد اخر لحظه ومش عارف ايه. بقول لك اسماء يعني، احمد يحيى وكيله كلمني وهو في البرتغال لما كان كهرباء بيمضي، قال لي كهرباء لسه ما مضاش ماشي النظام. وعنده مشاكل دلوقتي في الناحيه دي وفي الناحيه دي، تحب اهدي الدنيا شطور ربنا يوفقه. ليه طلع كلام انك حاولت يعني تعرض عليه رقم كبير وتعالى ارجع تاني وحاجه؟ ليه طلعت الاشاعه دي؟ مين اللي ممكن يكون مصدر اشاعه زي دي؟ اعتقد الناس حواليه. حواليه لكن في كل الاحوال انت عارف ان هو واعتقد ناس حواليه، لان هو اعتقد ان موضوعه مع النادي الاهلي تعطل شويه، فهو حبوا يزقوه فدخلوا اسم الزمالك تاني في الموضوع. يعني على فكره بتحصل في الكوره. انا في لعيبه مضوا في الاهلي بالطريقه دي يعني، في لعيبه كانوا ماضيين في النادي الاهلي والعقد ما اتفعلش لسه. يعني لعيب عقده اتحط في الدرج من الاخر يعني ماشي. واللعيب ده حد كلمني قال لي اللعيب ده واللعيب ده في الاهلي دلوقتي يعني ماشي، عايزين نعمل معاه يعني حركه كويسه يعني مش عارف. قلت لي ده هو حصل له كذا 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 كذا، في امكانيه يجي الزمالك؟ قلت له والله ما فيش، بس في امكانيه يساعده ماشي. قال لي طب هتساعده ازاي؟ قلت له لو قعدنا في مكان معين هيتعرف ان احنا قعدنا، فهم هيفعلوا العقد. بس انت طب وساعدته ليه؟ مش فاهم. بني ادم يعني لعيب في الاخر، انا مش محتاجه بس مش هي يعني انا مش هيضرك ان يتقال ان امير قعد مع فلان وفوضى. لا احنا قعدنا عشان يتقال ان احنا، ما انا عارف، بس مش هيضرك بقى انه يتقال جوه النادي الاهلي ان انا ما قلتش ان انا فوضت، انا احنا قعدنا مع بعض بس هيتعرف ان احنا قعدنا. فالناحيه الثانيه يبقى الولد ده ابتدى يتحرك تحركات ناحيه، طب يلا طلعوا العقد من درجه. طب انت فعلا ما كنتش محتاج اللعيب ده فعلا؟ لا فعلا قلت له في اول يوم، قلت له هو الولد ده لحد دلوقتي بيشوفني في الماتشات بيسلم عليا بيحضنني يعني بيقول لي انت راجل محترم. انت اتفاوضت مع لعيبه في الاهلي دلوقتي؟ الفتره اللي فاتت دي؟ لا. صالح جمعه، حسين السيد، لا لا. احمد حمدي؟ احمد لا. حمدي في كلام على الزمالك في اي حاجه؟ لا. ليه قال ان احمد حمدي واسامه جلال مضوا للزمالك؟ والله ما حصل. في اي اتفاق شفوي حتى ما بين اسامه جلال والزمالك؟ غالبا الاثنين دول اللي انت بتقول عليهم دول غالبا ماضيين في الاهلي اصلا.
احمد حمدي كده كده من الاهلي كده كده من الاهلي. اسامه غالبا ماضي في اسامه جلال اعتقد. اوكي هو لعيب كويس طبعا بس اعتقد ماضي في الاهلي. علاقتك ايه بكابتن زين عبد الحفيظ؟ هل لسه زي ما هي؟ والله ماليش علاقه. هو بس هو الصراحه هو يعني علامه استفهام كبيره بالنسبه لي. بس هو لذيذ يعني بيقول حاجات دايما لذيذه وكده. ليه دايما في يعني كلام والله خالص. انا على فكره مش ده التارجت يعني ان انا ابقى اقول حاجه فهو يرد. بس انت يا كريم مثلا لو خليت الاعداد عندك يجيبوا السنه اللي فاتت كل التصريحات خلاص من ناحيتين اعمل بقى اسمه تحقيق استقصائي. اعمل تحقيق استقصائي خلاص هتلاقي دايما في حاجه مستفزه بتطلع من الناحيه التانية. بس انت عمرك ما ابتديت انت ولا والله العظيم ولا بشوف يعني كل مره. بس احنا بنعرف يعني بنعرف نهزر برضو بنعرف انا فاهم. بس انا قصدي انه هل ده ممكن يستمر تاني في الموسم ده؟ انا والله بص ولا انت بترد بس؟ بص اقول لك انا مش عايز اتكلم في الموضوع عشان ما اضايقوش. بس اقول لك حاجه. المشكله في ايه؟ هو يعني كابتن سيد بيطلع. انا بقول برضو كابتن سيد في الاخر يعني انا بحترم الناس كلها. بس هو متخيل ان هو لو 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 ما عملش الدور ده مش هيضمن مكانه. ان هو لازم هو اللي يطلع يهاجم ويعمل عشان يبقى هو اللي الدرع والصيف والمش عارف ايه فاهم. فساعات بيطلع يقول حاجات ملهاش علاقه بينا. يعني انت ايه اللي فكرك بينا دلوقتي؟ طيب مش عارف. وانا جامد وانا بطلع برد وانا بطلع اقول ومش عارف. فانا مش عايز اتجر الحته دي. بس لو يعني لو فاضلها هعملها وهعملها حلو قوي يعني هعملها حلو وهنضحك وهنبسط وكده. بس انا والله مش عايز اعمل يعني فعلا ده مش الهدف. يعني الهدف ان انا يجي ان انا تبقى يعني عايز اقول لك على حاجه. لو حسام غالي اللي موجود في المكان ده هتشوف علاقه مش طبيعيه بين الاهلي والزمالك. لو عماد متعب اللي موجود في المكان ده هتشوف علاقه مش طبيعيه. علاقتك حلوه بيهم هما الاثنين؟ علاقتي حلوه بيهم وهم علاقتهم حلوه باللعيبه وبالناس وبالزمالك. يعني يعني انا بحترم الاهلي. هو انا ليه لازم اطلع اشتم الاهلي ولا اطلع اشتم؟ بس يمكن هو بيرد على اساءه رئيس نادي الزمالك. يبقى رئيس نادي يعني يطلع يرد على رئيس نادي يعني مش او يعمل تقصد او لا. احنا في الاخر انا يعني انا عايز اقولها لك ازاي. هو انا دلوقتي في المكان ده جايبني ادافع عن واحد في الاداره ولا انا جايبني لان انا ليا منصب اسمه فوتبول دايركتور زي بقى بره؟ لو انت ما شيل بقى اسمه مش مشرف على الكوره ولا مدير كوره الكلام ده. انت فوتبول دايركتور انت بتشتغل على الفريق وبتشتغل على السياسه بتاعه الفريق. مالكش دعوه بقى بالاعلام ومالكش دعوه بالحكام ومالكش دعوه برئيس النادي ومالكش دعوه بالانتخابات ومالكش دعوه بالاخوان والحاجات. مش هنقعد بقى نخش في التفاصيل دي. ماشي. انت راجل بتاع كوره فخليك في الكوره. بس خليك في الكوره يعني اذا كان انا راجل مش بتاع كوره ومخليني في الكوره. ماشي. فبس هتطلع تقول حاجه هبقى انا مضطر ارد مش عشان انا عايز ارد. ممكن اسالك سؤال صريح؟ هل بتقعد مع رئيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور وبتنتقده على اي حاجه قالها على اي حاجه عملها على بغض النظر عن انت المشرف على الكوره بس انت ابنه في الاخر؟ هل ممكن تقول له ما كانش موفق التصريح ده ان احنا نقوله دلوقتي او ما كانش مهم ان احنا نتكلم في النقطه دي دلوقتي ولا العلاقه دي بتفصلها تماما عن اللي بيحصل؟ يعني كابن اكيد بتكلم معاه واكيد هو لما بيشوفني بعمل حاجه برضه بيتكلم معايا. لكن لا هو طبيعي ان هو يتكلم معاك. بس انت هل بتقول له على لكن ك يعني كبوزيشن هو رئيس نادي وانا مشرف على الكوره؟ لا انا بنقل له الحاجه بشكل احترافي مع كانه مش ابويا. فاهم يعني انا هو انا بقول عليه في النادي استاذ مرتضى. فاهم تمام. وفي ساعات هو بيزعل من حاجات يعني ساعات هو بيزعل من حاجات انا بعملها. يعني مثلا يقول لي المفروض الموضوع الفلاني تعرفه لي. فبقول له الموضوع ده حضرتك اقل من ان رئيس النادي يعرفه. فاهم تفصيله بيقف عندنا يعني تفصيله صغيره جدا ما يعني. فبنتعامل كده في القصه بتاعت النادي. لكن ساعات ممكن اقول له حضرتك مش مستاهله ترد على فلان ما تردش احسن او يعني ممكن اقول لك. وساعات وساعات هو بي يعني هو بيسال هو اللي بيسال. يقول بس إيه؟ انا اصلا تلفت نظري جمله انت قلتها دلوقتي انه محدش بيقول جوه نادي الزمالك ان انا اللي جبت البطوله. بس هو قال كده اكتر من مره. فانت قصدي ان انت ممكن بقى تقول له بينك وبينه على فكره الاحسن ان احنا نقول انه معرفش ايه او بس اقول لك على حاجه ما هو برضو ما هو عشان برضو ندي كل واحد حقه. انا مثلا راجل موجود في المكان اللي انا فيه ده انا ما باخدش فلوس. ماشي. فانا ايه اللي انا بستفيده؟ ان انا اخد تقدير معنوي. بس انت ليه ما بتاخدش فلوس؟ انت في منصب المفروض انك تاخد مرتب. لا ما باخدش فلوس عشان ده لو بنتكلم بصح يعني لا دي حاجه كوربت دي حاجه فاسده.
انك تاخد فلوس من ان انا ان جوه النادي. انا لو مش ابويا رئيس نادي الزمالك ما كانش جابني مشرف على الكوره. ماشي صح ولا غلط؟ صح. يعني ما لو كان دكتور كمال درويش موجود ما كانش هيجيب من البيت يقول لك في ولد صغير اسمه امير بيفكر كويس. هو الراجل ده جابني عشان هو بيثق فيا كابنه. ماشي. عشان هو اكتر حبيت اتعامل معاه عشان هو عارفك كويس. ماشي. تمام ماشي. انا مسكت في الفرصه دي وعدينا المرحله دي خلاص. حلو. عدينا مرحله بقى ان انا ابنه. فان انا دلوقتي انا بتعامل بعرض شخصيتي وبعرض شغلي على الناس على الرأي العام بقى. انا قدام الناس دلوقتي. ماشي. تمام. ف لولا ان هو جابني ما كنتش هو صح وجهة نظر صح. فهو مش جايبني من الاخر يكسبني فلوس يعني. لا خالص انا مش بكلم على لا لا انا قصدي لا على فكرة برا ممكن او على فكرة في النادي الاهلي كانت موجودة والله يعني على ما اعتقد لان على ما اعتقد يعني كابتن صالح سين كان رئيس النادي الاهلي وكابتن طارق سين كان مدير كوره. اه بس كابتن طارق برضه كان لعيب يعني. ايوه يعني لا انت مش فاهم قصدي ايه. في الاخر عادي ممكن حد تاني يجيب كابتن طارق سليم يعينه لكن انت وجهه نظرك صح انه لو الدكتور كمان درويش او ايا يعني كان مين المسمى. لا ده عشان انا ماليش خبره ولا تاريخ ولا اي حاجه بالزبط. جنب الاسماء اللي احنا بنتكلم عليها دي يعني جنب كابتن طارق سليم وكابتن ثابت البطل والناس دي انا مش هاجي حاجه اكيد جنبيهم. فاهم قصدي؟ لكن انا بتكلم على فكره ان انت يبقى ليك حد في الـ في الـ في النادي ويبقى حد في الاداره وفي حد يعني ماديا يعني بيشتغل هو على فكره مش يعني قصدي ايه كابتن صلاح سليم انا ما اعرفش كابتن طارق كان بياخد مرتب ولا لا بس انا اعتقد كابتن صلاح سليم لما لو كان في اي رئيس نادي تاني كان هيجيب كابتن طارق سليم يبقى مدير كوره. فاهم قصدي؟ لكن مرتب. انا العكس انا واحد من بره الشغلانه ومن بره الموضوع بتاع فانا قصدي ان انا مش جاي تاخد مرتب انت جاي تقصد ان انت بقى بعد كل ده انت مستني تقدير معنوي بما انه مفيش قصه الفلوس دي. التقدير المعنوي ده اللي هو ايه؟ ان هو في الاخر لما الفرقه بتكسب ولما بناخد بطوله ان الناس الجمهور يقول لك والله انت كنت عند حسن ظننا ان الاعلام يتكلم عليك بشكل كويس يقول لك والله احنا بنحترمه ده اللي يفرق معايا خلاص ما عنديش اي حاجه ان مراتي وولادي يشوفوني بنجح في حاجه وده اللي يفرق معايا ما عنديش حاجه تانية. تمام. فانا بحط انا بقول لك بقى الكلام ده ليه بحط نفسي مكانه. فاهم. فهو واحد بقى سايب مكتبه سايب بيته سايب شغله سايب مش عارف ايه وقاعد وبيتخانق وخد النادي في وضع ما كانش كده ماديا ما كانش كده انشائيا ما كانش كده رياضيا ما كانش كده والناس هو يمكن يكون دايما بيتكلم بطريقه فيها حديه فالناس بتاخد الكلام يقول لك يعني مثلا ان هو يقول لك مثلا الزمالك قبل ما يجي كان كذا خلاص دي حاجه ممكن تضايق الناس بس الزملكاويه بيتضايقوا من كده تمام. لانه انت في الاخر ده تاريخ النادي برضه ما هو خلي بالك تاريخ النادي مش مرتبط ما هو دي عظمه بقى الزمالك والاهلي في الموضوع ده ان تاريخهم مش مرتبط اصلا بالمبنى وبالانشاءات وبالمش عارف ايه عشان كده الناس بيصعب عليها ان يبقى نادي زي نادي الزمالك وكانوا في ناس بيحكموه في فترات ما بيدروش الاهميه والوقت والجهد اللي يخليه يبقى في مكانته الحقيقيه عشان كده هو بيحس ان هو في الاخر لا انا بقى جيت كانت اللعيبه دي كلها ما مش موجوده وكان ما فيش مدربين وكان كنا بنجيب مدربين مع احترامي طبعا للمدربين المحليين كنا بنجيب مدربين كواليتي اقل من كده وكان عندنا مشاكل في العقود وكل اللعيبه كانت بتشتكي الزمالك في الفيفا وبتقول ما بتاخدش فلوسها وكان الزمالك دايما في التسويقيا يعني بياخد رقم والاهلي بياخد 10 اضعاف ده كان واقع خلاص بس في ناس ما بتحبش تسمع الواقع او لو بتحب تسمعه تسمعه بطريقه تانية فهو بيحس ان في وقت من الاوقات لما في هجوم او في تلكيك بقى من الاخر يعني من الناس اللي هو بيحس ان هو المفروض يقدروه فبيبتدي يقول الكلام ده لكن هو زي ما احنا بنتكلم على جنش دلوقتي زي ما انا بدايه الكلام قلت لك جنش هو في وضع دلوقتي هو حاسس ان هو طب ما على فكره ما هو رئيس النادي ده بني ادم يعني بني ادم وبيروح زعلان او بيروح فرحان او لو حد اثنى عليه بيتبسط او لو حد اتكلم عليه قال حاجه يعني بني ادم عادي عنده انفعالات يعني ف الحته بتاعت الاداره تحديدا يعني بما ان الناس دي ما بتكسبش فلوس او اي حد بيعمل حاجه ما بيكسبش منها فلوس هو بيبقى محتاج بس كلمه شكرا او يشوف في نظره اللي قدامه ان هو انت عامل اللي عليك وزياده. اخيرا متفائل بموسم الزمالك السنه دي؟ بص السنه اللي فاتت الناس كانت بتتكلم ان كان الموسم برضو متكهرب في الاول كده الناس كانت بتتكلم الزمالك ماشي بشكل وحش وكان على فكره بيتقال برضو ان نتائج مستر جروس ما كانتش كويسه وانا قلت يعني
الموسم ما هيبقى ان شاء الله فيه اكتر من بطوله, وفعلا الموسم قفل بثلاث بطولات وممكن يبقى فيه ان شاء الله لو السوبر الافريقي ممكن تبقى الرابعه. هتلعبوا في قطر؟ بص دي حاجات بقى ليها علاقه بالاداره يعني عشان برضو في الاخر العقوبات كبيره برضو يا امير. يعني بص انا مش عضو مجلس اداره ولا انا مسؤول ان انا اتكلم باسم النادي, انا بتكلم باسم الكوره. ماشي في الاخر لو اتقال لك هتلعب هتلعب خلاص. لو الاداره شافت بقى ان مصلحه يعني مصلحه النادي او مصلحه البلد او هي شايفه الوضع, هي شايفين الوضع اكتر منها, في الاخر احنا اللعيبه هتلعب في اي حته. لكن لو في الاخر ده قرار للاداره مالوش اي علاقه بالاشراف على الكوره يعني. بس انا اللي عايز اقوله ان في الاخر الزمالك لما بيدخل موسم الزمالك بيحط عينه على اكتر من بطوله, في بطولات ممكن ما نتوفقش فيها زي ما حصل السنه اللي فاتت في البطوله العربيه والناس قالت لك الحق غيروا مدرب وانهيار وانتوا مشيتوا وخسرتوا من الاتحاد السكندري, مع احترامي الاتحاد السكندري الحقوا من دلوقتي هاتوا مش عارف مين وعملوا ايه, والموسم قفل بالكونفدراليه وبكاس مصر وطبعا كان سوبر سعودي. برضو بتمنى من الناس ان هي فعلا ما تقولش رايها في اي لعيب او في اي مدرب خلاص الا بعد ما تقدر تحكم على التجربه. هنخلص الموسم, انت دلوقتي انت بتنادي طول عمرك بالاستقرار خلاص, يعني انت دايما بتقول هات واحد اديله الفرصه وقيمه مش عارف ايه. لما ده بقى بيحصل وحصل السنه اللي فاتت بقينا دلوقتي بنقول لا نبتدي ندور بقى في الحاجات القديمه, رجعوا فلان وهاتوا فلان ومش عارف ايه, ده انت بتخسر الراجل وبتطلب حاجه مش منطقيه مش هتحصل خلاص, وبتهز استقرار الفرقه. فسيب المركب ماشيه, ادي لنفس الفرص اللي انت اديتها لناس تانية اديها للراجل ده وللعيبه دي وخليك ورا الفرقه بتاعتك وشوف في اخر الموسم. صح امير, انا بشكرك جدا على وجودك معايا, كان نفسي نقعد اكتر من كده بس انا تهت بس انت تهت, فان شاء الله نعوضها قريب باذن الله, برضو يبقى في احداث وكلام وحاجات كتيره. لكن بشكرك على وجودك معايا النهارده, نورتني. شكرا يا كريم, وانا دايما ببسط ان انا ببقى معاك, ده شرف ليا حبيبي امير. ضيفنا النهارده كان امير مرتضى منصور المشرف على الكوره في نادي الزمالك. بكره الاعاده ان شاء الله الساعه 1 الظهر على نجومه في ام تي في, ويوم الاثنين اللي جاي قبل دلوقتي بساعتين نبقى معاكم على الهواء مباشره على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. كنتم مع في الاستاد مع كريم خطاب على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.